أهلا بكم متابعي قناة الملوك. اليوم معنا حبوب جديدة سوف نقدمها لعصافير البادجي. هذه الحبوب هي عبارة عن حبوب السدر أو النبق أو الدوم. طبعا هذه شجرة السدر التي يستخرج منها أفضل أنواع العسل. هذه الحبوب اليوم سوف نقدمها لعصافير البادجي، وهل هي تعتبر مفيدة أو لا للطيور؟ طبعا تعتبر هذه الحبوب مفيدة جدا للإنسان وأيضا للطيور، لأنها تحتوي على مجموعة من الفيتامينات، وأيضا تعتبر مرطبة للبطن، يعني إذا كانت الطيور عندها إمساك تعتبر مرطبة، وأيضا تعتبر مقوية للعظام وأيضا لجلد الطيور والعظام. ويمكن أن نضع هذه الحبوب في فترة التفقيس إذا كانت الطيور لديها فراخ، يمكن أن نضع لهم هذه الحبوب. طبعا سوف نلاحظ في البداية أن الطيور تخاف من الحبوب إذا كانت الحبوب جديدة. نلاحظ أن الطيور تخاف منها ولا تأكلها مباشرة. الآن سوف نريكم طريقة كيف نجعل الطيور تأكل هذه الحبوب ولا تخاف منها. طبعا نضع الحبوب العصافير، وسوف نلاحظ في البداية أن الطيور لا تقترب من الحبوب لأنها تخاف منها، لأن منظرها جديد أو شكلها جديد. في هذه الحالة إذا كانت الطيور لا تقترب من الحبوب، سوف نرش بعض الحبوب التي تأكلها الطيور على حبوب السدر، وأيضا نرش بعض الحبوب يعني بقرب الصحن الموجود به حبوب السدر. تابعوا معي ولاحظوا كيف الطيور سوف تأكل هذه الحبوب وتتعرف على طعمها وتحبها وتأكلها بشراهة. كما تلاحظون الآن الطيور أصبحت دخلت إلى الصحن، طبعا تبحث عن إيش؟ الحبوب، حبوب الطيور. ولكن سوف نلاحظ أن الطيور تستطعم حبوب السدر وتأكلها. طبعا عندما تستطعم الحبوب، حبوب السدر وتعجبها سوف تأكلها. لاحظوا معنا في المقطع كيف سوف تأكل الطيور البادجي هذه الحبوب. طبعا كما ذكرت لكم هذه الحبوب فيها فائدة كبيرة جدا للطيور وأيضا للإنسان. سبحان الله، سبحان الله، شجرة مباركة، وأيضا يستخرج منها أفضل أنواع العسل الذي يستخدم كعلاج، وهو عسل السدر. تابعوا المقطع ونتمنى لكم الفائدة، وانتظرونا إن شاء الله في مقطع قادم قريب إن شاء الله.